باريس شوقي أمين، كنا نتابع قبل قليل المظاهرات المباشرة في باريس نصرة للفلسطينيين. فرنسا التي حضرت في البداية المظاهرات والمسيرات الداعمة لفلسطين، ها هي الآن تسمح بها، ويتم الحديث عن موقف متقدم نوعا ما فرنسي تجاه وقف إطلاق النار. رولا هي تسمح بها الآن مضطرة أمام هذه الحقائق التي لا تخفى على المشاهد هنا على الرأي العام الفرنسي. يجب أن نقول اليوم أن فرنسا منقسمة اليوم، من ناحية الإعلامية هي متحيزة للجانب الإسرائيلي، ومن ناحية السياسية أيضا الأحد المقبل ستكون هناك مسيرة لدفاع عن اليهود هنا في فرنسا ولما يسمى محاربة معاداة السامية. وهذا الربط بين ما يحدث في فلسطين من مآسي، نتحدث عن إبادة جماعية كما يصفها القانون الدولي، أكثر من 10,000 ضحية اليوم، أربعة يعني أغلبهم من الأطفال والنساء. هذه الحقائق لا يمكن أن تخفى، ومن ثم يمكن القول أن الرئيس ماكرون يحاول نوعا ما تدارك الموقف الذي في الحقيقة كان متحيزا منذ البداية لإسرائيل، وقال من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. في المقابلة الأخيرة لقناة البي بي سي دعا إلى وقف إطلاق النار، ودعا إلى الهدنة للوصول إلى وقف إطلاق النار. قبل يومين الخميس هذا كان هناك قمة لإغاثة قطاع غزة. كل هذه المواقف الحقيقة الجديدة بالنسبة للرئيس ماكرون هو لتجنيب إفساد العلاقة بينه وبين بلدان المنطقة، وبين أيضا ما يسمى شركاء فرنسا من العرب خاصة، وأن كما قال هناك استياء من قادة البلدان العربية ومن البلدان العربية عن هذا الصمت الدولي حيال ما يحدث اليوم من مآس ومن جرائم مفضوحة في قطاع غزة وغير قطاع غزة. نتحدث عن نزاع يدوم أكثر من 70 سنة، وما زال الرأي العام الدولي يتوق إلى هذه الدولة الفلسطينية التي لم تأتي ولم تتحقق رغم كل النضالات ورغم كل الفصول التي عرفتها هذا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. يجب القول أيضا على أن فرنسا الرسمية منذ البداية تعاملت مع ما حدث في فلسطين بانحياز تام، بدءا من وزير الداخلية الذي أقر منع هذه المظاهرات، وأيضا وزير العدل الذي قال بأن كل من يقف أو يصف أو يدعم حماس والجهاد الإسلامي هناك قانون أو المشرع يقر ب5 سنوات عقاب للداعم لحماس. كما ترين هنا حماس كبير أيضا معي هنا يحملون الراية الفلسطينية والكوفية الفلسطينية، وهم من كل الفئات العمرية كما ترين، من الأطفال ومن الشباب وأيضا من النساء، وكل الجنسيات موجودة اليوم لنصرة القضية الفلسطينية. يمكن القول أن اليوم الرأي العام هذه المسيرات اليوم تعرفها كل المناطق الفرنسية على غرار اليوم مدينة باريس. إذن اليوم بالحقيقة هنا الرأي العام الفرنسي يميل أكثر إلى تغليب الحقيقة على التضليل المنهجي الذي يمارس يوميا في وسائل الإعلام. لا يمكن أن يوم أن نخفي هذه الحقائق عندما نسمع ما يقال في محطات الإذاعة ومحطات التلفزيون وكأننا نعيش في كوكب آخر، بينما اليوم العالم كله من أقصى إلى أقصى ينتفض في مسيرات ومظاهرات متكررة كلها تصف ما وقع في حق الفلسطينيين وقطاع غزة تحديدا بجرائم ضد الإنسانية وأيضا بإبادة جماعية للسكان. لماذا كنا نقول بأن أوكرانيا كانت عانت من إبادة جماعية، بينما اليوم المشهد أكثر ربما دموية وأكثر قساوة من تلك المشاهد التي رأيناها في أوكرانيا. إذن اليوم الرأي العام الفرنسي هنا يقول بكلمة واحدة بأنه لا يمكن أن نسوي بين الضحية والجلاد. الرئيس ماكرون
الآن يحاول ترميم هذه العلاقة العربية الفرنسية التي يمكن القول أنها توصلت إلى باب مسدود أو أنها في طورا تتوصل وتتعقد أكثر في قادم الأيام. باريس اليوم تراهن على هذه القمة العربية الإسلامية التي يعني احتضنتها السعودية، وتراهن على مبادرات دولية في قادم الأيام. اليوم في الحقيقة التقارير التي تصل إلى قصر الإليزي هي تقارير سوداء على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. الرئيس ماكرون تحدث عن استهداف المشافي والمستشفيات والمدارس وأيضا المنشآت المدنية والبنى التحتية. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن اليوم ماكرون رسميا أمام موقف تاريخي ليحدد موقفه من هذه الجرائم. لا يمكن أن تستمر فرنسا في سياسة الكيل بمكيالين، وهذا التمييز بين الضحايا في الإسرائيليين والضحايا في فلسطين. اليوم الطفل الفلسطيني هو رمز من رموز هذا النضال الفلسطيني الكبير، والسكوت عما يحدث في الحقيقة في الأراضي الفلسطينية من جرائم وأيضا استهداف مباشر حتى المستشفيات، هذه جريمة قائمة الأركان في حق الإنسانية وفي حق البشرية. هذا النزاع الذي مفروض أن ينتهي بسلام، ولكن نتنياهو وحكومته اليمينية راهنت على الحماية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتستمر في هذه الجرائم ولتستمر ضرب الإنسان في كل ما في لحمه في كل مكان في فلسطين. اليوم غزة حقيقة مستهدفة، ولكن عديد المناطق بالحقيقة في فلسطين مستهدفة أيضا.